هذا يسأل عن المرأة، هل يجوز لها أن تأخذ الحبوب التي تمنع نزول الدورة، نزول الدم الدورة، من أجل أن تصوم أو من أجل أن تعتمر أو ما أشبه ذلك؟ لا بأس، إذا كان ما يضر عليها صحيا مشورة الطبيب أن هذه الحبوب تمنع نزول الدم ولا تضر عليها، ليس لها آثار سلبية، فلا مانع. أما إن كانت تضرها فلا يجوز هذا.